Vraiment, aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. On a fait notre sortie aujourd'hui, je suis très content de cette victoire. Et j'apprécie beaucoup les amis qu'on a fait un grand effort pour faire cette victoire. Et je suis très content, j'ai marqué aujourd'hui deux buts. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Et je remercie mes amis, les Hamouda, les amis, tout le monde. Vraiment, je suis très très content. Vraiment, je cours là bizarre. Vraiment, je suis très content. Rahim, باسم أسرة وداد طنجة لكرة قدم أولا كنقدموا التهاني لنهضة زيوب هذا الفوز هذا وكنحييو هذا الجمهور يعني الرائع اللي كان في هذا الملعب هذا يعني المفاجأة ديالنا في هذه المقابلة هذه وهذا الجمهور هذا جمهور ما كاينش في القسم الوطني الثاني ولا في القسم الوطني الأول يعني الفتح الرباطي فريق القسم الوطني الأول ما عندوش هذا الجمهور هذا كنتمنى له التوفيق ان شاء الله. المقابله كان يمكن تكون احسن من هذا لو كانت ارضيه الملعب في مستوى ارضيه الملعب كان يعني غير صالحه بتاتا لاجراء كره قدم. الشيء اللي كياثر على الفريق ديالنا فريق تقني فريق كيلعب كره حديثه في الملعب ديالنا كنفوزوا بسهوله ولكن في الملاعب بحال هذا ديما كنعانيو ودائما كنهزموا. دابا ثلاثه المقابلات كنهزموا في ارضيه ترابيه سواء في زيو سواء في الريصاني سواء في وطاط الحاج مع ميسور. كنتمنوا هاد الملاعب هادو يتبرمجوا في اطار الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم باش يرتقوا بكره القدم نحو الافضل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا لموقع زيو سيتي اللي كيتبع احداث ديال المدينه ديال زيو. وثانيا كنوجه الشكر كبير يعني للجمهور اللي حج الملعب بكثافه. وبالنسبه للمقابله كما شاف الجميع المقابله كانت قويه واستحقينا ثلاثة نقاط يعني قاتلنا وتا لاخر دقيقة. ونتمناو باش نكملو ايضا المقابلة ما كانت سهلة لان كانت مع طنجة اللي كتحت الرتبة الثانية. وهذا الفوز كيخولنا باش حتى حنا نلعبو على المراتب الاولى ان شاء الله ونتمناو باش نمشيو هكذا ان شاء الله. وشكرا. مقابلة كازت واحد الاجواء مزيانة صراحة. كابو كيساعد تيمار الأرضية والناس كترينر فيه دائما عليها شي تفوقوا علينا في أهداف ثم شفتوا جسد على بالاريتي وضربة جزاء. وصراحة هذا الجمهور شحال نقول لكم مدينة جمهور كاين خصهم على الأرضية خصهم بنية تحتية باش يكملوا في المسار ديالهم. وكنتمنى لهم التوفيق كنتمنى التوفيق لنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفنا اليوم مقابلة كانت في أرضية غير صالحة للعب وشفنا جمهور كبير كان عندهم هنا ولكن مع الاسف الارضيه ما كتساعدش على اللعب وهادشي اللي كاين. والمره اللي جايه ان شاء الله نعوضوا هاد الخساره هذه ومقابله اخرى نشوفوا شنو كاين ان شاء الله.